بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن اليوم الاثنين الموافق 13 ابريل 2020، اليوم الثالث من الاسبوع التاسع لفيروس كورونا في مصر. بلغ عدد اصابات اليوم 125 اصابة، ليصبح العدد الاجمالي للاصابات 2190 اصابة، بينما بلغ عدد وفيات اليوم 5 حالات وفاة. بلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها اليوم 41 حالة، وبذلك يصل عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 488 حالة. من أصل 622 حالة تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية. وفي إطار التواصل والمتابعة مع الأطقم الطبية في داخل مستشفيات العزل عبر خاصية الفيديو كونفرنس، فقد تم اليوم عمل اجتماع مع مستشفيات إسنا بالأقصر، الصداقة بأسوان، أبو تيج بأسيوط، وكذلك مستشفى الشيخ زايد النهيان بالقاهرة، وذلك للإطمئنان على توفير كافة الاحتياجات وتطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى. وقد شاركنا في هذا الاجتماع السيد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان والسادة أعضاء هيئة المكتب الموقرين. هذا ومتابعة لما قامت به وزارة الصحة والسكان من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحليلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ومدن الشباب وغيرها، وذلك مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحليلها وتمام شفائها وخروجها. فقد بلغ عدد الحالات التي تم شفائها وخرجت من الفنادق ومدن الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط 21 حالة من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن وتلقون الرعاية الطبية، مما يعد مؤشرا إيجابيا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل التي اتبعتها الوزارة مؤخرا. وجاري اليوم نقل عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات إسنا وكذلك الصداقة بأسوان إلى مراكز الشباب التي تم تأهيلها في تلك المحافظات. وأود أن أشدد على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وأناشد كافة المواطنين في حالة ظهور أي أعراض عليهم التوجه فورا إلى مستشفيات الحميات والصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو عن طريق خاصية خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها. ولا يفوتني في هذا الشأن أن أشكر كافة الأطقم الطبية العاملة في كافة مواقع العمل، وكذلك أشكر أسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم. العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك. أشكركم.